صراع اشتعل في الدوري الألماني بين الجماهير والمستثمرين، أدى إلى أن كل ماتشات البوندسليغا يتم إيقافها بسبب اعتراضات الجمهور. الجمهور الألماني رافض دخول أي استثمارات لأصحاب المال والسيطرة على الكورة، وسقوط قانون 50% زائد واحد، واللي بيمنع أي مستثمر من الحصول على الحصة الغالبة للسيطرة على النادي، وتبقى الحصة الغالبة في إيد الجماهير. فمثلاً بايرن ميونخ الجماهير بتملك 75% من النادي، وال 25% الباقيين مقسمين بين شركات أديداس وأليانز وأودي، كل شركة منهم ليها حوالي 8%. قانون 50+1 بيمنع الأندية الألمانية من جذب مستثمرين أجانب في الوقت اللي التلت شركات الكبيرة في ألمانيا مستثمرين في نادي بايرن، ومن هنا بدأت معاناة أندية زي دورتموند ومونشنغلادباخ. في ديسمبر 2023 صوت 24 نادي من إجمالي 36 أعضاء رابطة الأندية في ألمانيا من الدرجة الأولى والتانية لدخول مستثمرين وضخ أموال لتطوير الكورة. اختيار شهر ديسمبر كانت محاولة من الرابطة لتجاوز حدة الاحتجاجات، لأن التصويت بيجي قبل توقف الدوري بسبب أعياد الميلاد. الأمر تحول على الأندية وجاب نتيجة عكسية، وأصدرت روابط الأندية بيان جاء فيه: كلما زاد تجاهل اعتراضاتنا زاد اتحادنا لإجراء تصويت جديد. وبدأت الجماهير مع كل ماتش في إلقاء كرات تنس ومقذوفات في الملعب للتعبير عن اعتراضهم. قانون 50+1 بيتم استثناء بعض الأندية منه، زي فولفسبورغ المملوك لشركة فولكس فاجن، وباير ليفركوزن اللي بتملكه شركة باير، ونادي هوفنهايم المملوك لأشهر رجل أعمال في ألمانيا ديتمار هوب. القانون بيمنح الفرصة للمستثمر بكسر القاعدة دي بعد موافقة رابطة الأندية لو علاقته بالنادي تاريخية واستمر في دعم النادي لفترة تصل لـ20 سنة متتالية. تفتكر مين هيكسب في أزمة الدوري الألماني؟